أهلا بكم. الكاف يوقف عمر العرجول لاعب نهضة بركان لأربع مباريات على هامش أحداث مباراة فريقه أمام أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية. جلاسكو رينجر الإسكتلندي يقدم لاعبه الجديد المغربي حمزة إيجامان القادم من الجيش الملكي. زكريا الهبطي يعلن رحيله عن الجيش الملكي بعد موسم واحد فقط رفقة الزعيم. المنتخب الإسباني يبلغ نصف نهائي كأس أمم أوروبا بتغلبه على ألمانيا ليواجه فرنسا المتأهلة على حساب البرتغال. المنتخب الكندي يلاقي الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا بتجاوزه فنزويلا. الأمريكي جون كاتلين يتصدر الجولة الثانية لمنافسات السلسلة الدولية للمغرب في رياضة الغولف، المحطة الثامنة ضمن أجندة الجولة الآسيوية. الإسباني كارلوس الكراز يتأهل للدور الرابع من بطولة ويمبلدون للتنس على حساب الأمريكي فرانسيس تيافو. السلوفيني تادي بوغاتشاري يحافظ على صدارة الترتيب العام لطواف فرنسا للدراجة الهوائية رغم اكتفائه بالصف الثاني في المرحلة السابعة.